النادي الرياضيات والفنون يقدم لك الفرصة للتعبير عن ما يخالجك. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب الأبلق أستاذ تاريخ وجغرافيا قال في منزل كامل. أنا فرحان بوضعي في منزل كامل، فرحان بتلامذتي، لكن ما نخبيش عليكم عندي شوية مش تحفظات، مي أحيانا نحس أني ماذا بيا تلامذة يكونوا في وضعية وفي ومستواهم يكون أفضل، لأني حسيت أنه يعني توا 20 عام قري، حسيت أنه مستوى التلامذة قبل يبدو لي أفضل شوية، خير شوية، مش معناها راكم أنتم خايبين، لا، قد يكون الجو العام مش مساعدكم، أني متأكد أنه أني قاعد نبذل في مجهود ممكن أكثر من السنوات الأولى، لكن بصدق فرحان، لكن نحب نقول أنه مستوى التلامذة صار يخوف مش كما قبل. نحب أن نقدم أني رأيي في الهضرة هذه في هالمستوى هذايا، أني أدعو التلامذة أنهم يحاولوا يفيدوا بعضهم، يقرأوا مع بعضهم، يتبعوا، أني أرى أنه التلميذ في القسم بصدق قد تلامذتي معناها ما تتغشوش مني، وحتى اللي باش يسمعني توا ما يتغشاش مني، أرى أنه التلامذة في القسم ما يتبعوش برشا كما قبل، هذا يرى فيه أني قد يكون في ديارهم في الدار ما همش يقرأوا كما قبل. الهدرة تدعو إلى أن الإنسان يفكر فيها، يحللها، يشرحها، يأخذها، يحاول يقيمها، يحاول يقدم حلول. أنا أرى أن التلميذ من 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 موقع كأستاذ في القسم، في الدار ما نعرفش، أن في القسم أني أدعو تلامذتي أنهم يتبعوا أساتذتهم، يتهاوا بالتلامذة الباهين في قسمهم قبل كنا نقرأ ونحن ونعطيه أهمية كبيرة للتلميذ القرائي، نعتبروه الأستاذ بعد الأستاذ، هو في مرتبة الأستاذ، وبصدق ما تحشموش، احنا كانوا أصحابنا البهين، أصدقائنا نحبوهم، وكنا نستفيدوا منهم كما نستفيدوا من الأستاذ، ونقدرهم برشا، وراح نحبوهم ويحبونا. أنا ما لاحظتوش عن التلامذة هذيا، لاحظت أن التلامذة العمل الجماعي نتاعهم يبدو لي كي ندعوهم في القسم أنهم يعملوا عمل جماعي، راهم أنهم ما همش جديين، ورا أن كنت تلميذ يحب يخدم وحده، هذا العكم أني تلمثي أنكم تحاولوا تقرأوا مع بعضكم، ما عرفش إذا مثلا في القسم في ساحة المعهد، قدم المعهد، في دياركم، أدعوكم تقرأوا بعضكم، حبوا بعضكم، عاونوا بعضكم، باش مستواكم يزيد، ما نعرفش أني بصدق هذا باش مستواكم يحاول يكون كيما مستوى تلمث قبل، ولا نحبوكم إحنا أفضل، لأنكم الظروف أني نراها أنكم توا خير. قد يكون عندكم برشا مواد، لكن الرافت لمدتنا أنه نقصتهم شوية حماس، شوية كما نقولوا بالدرجة نفحة للقراية، إن شاء الله نلقاوها عند التلامذة الباهين، عند الأغلبية تاع التلامذة لا، بصفة عامة الوضع نتاع التعليم يدعو إلى تفكير أعمق من هكا، هذا من جانبي نتواجه فيه تلامذة صغار، في مستويات أخرى الأساتذة والإدارة قد يكون حديثي فيها أفكار أخرى، أما أنا ركزت على التلامذة. نلخص، التلامذة في الأقسام تبعوا سيادتكم بالباهي، انتبهوا يعني تركيز، نلاحظ في التلامذة نقص التركيز، وقرأوا مع بعضكم العمل الجماعي، وكل تلميذ يحاول يفيد أصحابه، يعني يزرع في قلبه بذور محبة وتعاون، وأنه يفيد روحه ويفيد أصحابه، وراه التلميذ كيف يقرأ هو ويقرأ أصحابه، التلميذ المش باهي يتقدم، والتلميذ الباهي يزيد يكتسب امكانيات اخرى لانه صار يقرا اصحابه. يعني هذا ما نلاحظش فيه، وان شاء الله تكونوا فهمتوني وتاخذوا بالنصيحه هذه في هذا، شنو نقول للتلامذه بعجاله. شكرا.